لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الأكارم، لدينا ملاحظة نرجى من الذين يضعون هواتفهم هنا على الطاولة ترك هواتفهم على أماكنها حتى يغادر الشيخ. كلام مفهوم؟ قلت يرجى من الذين يضعون هواتفهم على الطاولة هنا ترك هواتفهم على الطاولة أماكنها حتى يغادر الشيخ. مفهوم؟ واضح؟ قال المعلم رحمه الله: وهو في كل مكان بعلمه خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. المصنف رحمه الله تعالى أتى بهذه اللفظة وهي بذاته لكي يبطل القول بالمجاز، لأن بعض المتكلمين يقول الرحمن على عرش استوى، نحن نؤمن بذلك، لكن استوى هنا مجاز عن السيطرة والملك ونحو ذلك، لا أنه استوى على الحقيقة. فهنا ابن أبي زيد رحمه الله تعالى وهو من أئمة المالكية يقرر أن الاستواء بذات الله جل وعلا، أي أن الله سبحانه وتعالى هو بنفسه استوى على العرش سبحانه وتعالى. والسلف يأتون بهذه الألفاظ لكي يقطعوا الطريق على أهل البدع والأهواء، وهي نظير قولهم القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. غير مخلوق هذه أتي بها بعد أن قيل بخلق القرآن، وإلا فالناس من المسلمين يقولون أن القرآن كلام الله جل وعلا، لم يكونوا بحاجة إلى غير ذلك. فلما أحدثت بدعة القول بخلق القرآن قالوا أنه غير مخلوق، وعندما قال الناس أنه استوى على عرشه أي استولى أو سيطر أو كذا، قالوا لا، استوى على عرشه بذاته، استوى على عرشه بذاته تأكيدا للاستواء. وابن أبي زيد رحمه الله تعالى ليس في هذه المقدمة فقط ذكر هذه اللفظة، بل ذكرها رحمه الله تعالى في كتابه الجامع صفحة 107 و108 و117. قال: وأنه فوق سماواته على عرشه دون أرضه، وأنه في كل مكان بعلمه. وقال في مختصر المدونة: وأنه تعالى فوق عرشه بذاته، وهو فوق سماواته دون أرضه. فمن أراد أن يحرف الرسالة فلن يستطيع أن يحرف المدونة،
ومن استطاع أن يحرف المدونة لم يستطع أن يحرف الجامع وغير ذلك. فالذي يريد أن يشرح رسالة ابن أبي زيد ويحاول أن يلوي أعناق الكلام لهذا الإمام فكلام الإمام في مواضع أخرى تسقط هذا التأويل وهذا اللف والدوران ولي أعناق الألفاظ. يقول أبو بكر محمد المالكي رحمه الله تعالى تلميذ ابن أبي زيد قال في شرحه لهذه الرسالة: فلذلك قال الشيخ أبو محمد إنه فوق عرشه، ثم بين أن علوه فوق عرشه إنما هو بذاته، لأنه سبحانه وتعالى بائن عن جميع خلقه بلا كيف، وهو في كل مكان بعلمه لا بذاته. وقال أبو عمر الطلمنكي رحمه الله تعالى في كتاب الأصول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله جل وعلا استوى على عرشه بذاته. انتبه إلى كلمة بذاته، هذه الكلمة تسبب صعق كهربائي عند أهل البدع عندما يقول بذاته، يعني كأنما أصيب بصاعقة على رأسه. يقول استوى على عرشه، نعم، لكي يقول هذا مجاز أو هذا كذا أو هذه كناية أو عندما تقول بذاته يتحير. ولذا يذكر عن بعض الجهمية أنه أدخل السجن بسبب قوله أن الله جل وعلا لم يستوي على عرشه، ثم أتي به إلى القاضي فقالوا له: ها تبت من هذه المقالة؟ قال: نعم. قال: هل الله جل وعلا استوى على عرشه؟ قال: نعم استوى على عرشه. قاله القاضي: بذاته؟ قال: ما أدري ماذا بذاته، بذاته أنا لا أقول بذاتي، هذا لا أعرفه. قال: أعيدوا إلى السجن، لم يتب بعد، لأنهم يحاولون لف النصوص على ما تشتهي أنفسهم. وقال في هذا الكتاب أيضا: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. ثم ساق بسنده عن مالك قوله جل وعلا في السماء، قول الله جل وعلا في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال في هذا الكتاب أيضا: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. وقال الإمام أبو نصر السجزي رحمه الله تعالى: وأئمتنا الثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق عرشه بذاته وأن علمه بكل مكان. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكلام المالكية، ابن تيمية يقول وكلام المالكية في ذم الجهمية النفاة مشهور في كتبهم، حتى إن علماءهم حكوا إجماع أهل السنة والجماعة على أن الله بذاته فوق عرشه. وابن أبي زيد إنما ذكر ما ذكره سائر أئمة السلف، ولم يكن من أئمة المالكية من خالف ابن أبي زيد، وهو إنما ذكر هذا في مقدمة الرسالة لتلقن لجميع المسلمين، لأنه عند أئمة السنة من الاعتقادات التي تلقن لكل أحد. وهذا بارك الله فيكم مما يدلك على أن بعض الناس يقولون: لا تقرأ آيات الصفات على العوام. لماذا لا أقرأ آيات الصفات على العوام؟ ابن أبي زيد ألف هذه الرسالة لصغار السن أصلاً، الكتاتيب، ثم أن العوام يقرؤون قل هو الله أحد الله الصمد، وكثير من كل العوام يحفظون آيات الكرسي، كلها آيات صفات. لكن لأن هؤلاء أهل الأهواء إذا سمعوا آيات الصفات ارتعد كأنما يتخبطه الشيطان من المس للشبه والأهواء التي في عقله. ثم قال رحمه الله تعالى: وهو في كل مكان بعلمه، أي أن علم الله سبحانه وتعالى محيط في كل شيء، لا يخفى على الله سبحانه وتعالى شيء. وهذه أو هذا العلم هو بمعنى المعية. المعية، والمعية بارك الله فيكم على نوعين: المعية العامة
أي أن الله جل وعلا مع كل أحد من جميع المخلوقات معهم، وهذه المعية تفسر بالعلم والإحاطة والسمع والبصر. ولذا تأمل عندما يذكر الله جل وعلا هذه المعية يذكر بعدها آيات الصفات التي تتكلم عن السمع والبصر والعلم والإحاطة، كما قال جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. الإحاطة، السمع، البصر، هذه هي المعية. أما المعية الثانية هي المعية الخاصة، وهي التي تكون لصنف معين من الناس اتصفوا بصفات معينة، وهي التي تفسر بالنصر والتأييد والتقوية ونحو ذلك، كما قال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. التقي الله جل وعلا معه يؤيده وينصره، ومع الصابر ومع المحسن ومع المتقي. وهذه المعية التي قال الله جل وعلا فيها عن أبي بكر والنبي عليه الصلاة والسلام: لا تحزن إن الله معنا ينصرنا على هؤلاء. فالله سبحانه وتعالى مع أبي بكر ومع النبي عليه الصلاة والسلام، وليس مع كفار قريش الذين خرجوا في إثر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه معية خاصة، والمعية بارك الله فيكم لا تستلزم الاختلاط، لا تستلزم الاختلاط. فالعرب تقول: ما زلنا نسير والقمر معنا. يعني أنت تمشي والقمر في نواكشوط نزل؟ لا يمكن هذا، لأن القمر يسير في السماء وأنت تسير في الأرض. فتقول: ما زلنا نسير والقمر معنا، أي أنه هو يسير في السماء وأنت تسير في الأرض، فهو معك ولكن لست مختلطا به وليس هو مختلط بك. وتقول: فلان أتى مع زوجته، هل زوجته دخلت فيه أو هو دخل في زوجته؟ لا يمكن. فالمعية لا تقتضي المخالطة والمشاركة والامتزاج. ولذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كيف نكون مع الصادقين؟ إذا وجدنا رجل صادق نفتح فمه وندخل في داخله، ها؟ لا يفهم هذا العاقل. كونوا مع الصادقين، أي اتصفوا بصفة الصدق وكونوا معه بهذه الصفة الحسنة. فالجهم بن صفوان عندما قرأ آيات المعية قال: هو في كل مكان، فلم ينزه الله سبحانه وتعالى عن أماكن القدر وأماكن التي لا تليق بالله جل وعلا. وهذه المعية بارك الله فيكم محل إجماع عند أهل السنة والجماعة. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى كما رواه عبد الله بن أحمد في السنة أنه قال: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. وحكى ابن عبد البر رحمه الله تعالى وغيره إجماع أهل العلم من الصحابة والتابعين في تأويل قوله جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم، أن المراد علمه، وكل هذا قصد به رد قول من قال إنه سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان. واضح هذا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. هنا يبين الله سبحانه وتعالى أنه خلق الإنسان، وقد تقدم معنا الكلام على صفة الخلق في الدرس الماضي. وقوله هنا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، المراد بالقرب هنا قرب من؟ ها؟ قرب الملائكة؟ ليس هذا تأويل؟ ها؟ عاشر
قرب إيش؟ هذا تأويل المتكلمين. هو يقول ينزل ربنا، يقول ينزل أمره، أنت تقولون ونحن أقرب أم ملائكة أقرب؟ قرب الملائكة. مصر على هذا أنت؟ أنت مصر على الملائكة؟ الملائكة نحن ونحن أقرب إليه، من الملائكة ولا علم الله؟ يعني كل هذا الزجر وهذا ما أنت مصر. أحسنت، الذي كان يكون على الحق يصر عليه، لا يخاف من فلان ولا علان، الملائكة. صحيح، لأن الله جل وعلا قال ولم يقل وأنا أقرب إليه من حبل الوريد، قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى نحن أقرب إليه منكم، يعني الملائكة. ولهذا نظير مثل قوله جل وعلا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ما الذي قرأه؟ جبريل. نعم، وقال جل وعلا في المحتضر ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، من هؤلاء؟ ملائكة. لا تبصر أنت الملائكة الذين اقتربوا من هذا المحتضر لكي ينزعوا روحه. نعم، فهنا بارك الله فيكم التأويل. ولا ذكرت لكم في أول الدرس أننا كنا بحاجة إلى هذه المقدمات، لكن الدورة ضيقة ولا أدري هل ننهي هذا أم لا ننهي، وإلا كنت أريد أن أتكلم على التأويل، التأويل السائغ ومتى يكون التأويل إذا كان بدليل شرعي، أما التأويل لمجرد الهوى أو معارض عقلي فإنه لا يجوز وهو بعينه التحريف. ونتكلم عن أحاديث الآحاد والمجاز وأن دلالة النصوص أنها ظنية لا تفيد اليقين، هذه أمور بارك الله فيكم يرتكز عليها أهل البدع والأهواء، فإذا ضبطها طالب العلم أصبح المبتدع الكبير الذي قد يكون مفتي الديار ومفتي القارات كالذبابة في يدك، لأنه يقول لك مجاز تقبضه مع المجاز، يقول لك تأويل تعرف متى يكون التأويل، خبر الأحاد تمسك خبر الأحاد، دلالة النصوص ظنية تبطل له هذه الأصول. ولذا بارك الله فيكم خذ هذه القاعدة معك حتى يرث الله جل وعلا الأرض من عليها في الدعوة إلى الله جل وعلا. أنت ستجد المشرك الكافر المبتدع الضال، هذا المبتدع هذا الكافر هذا المنحرف هذا الزائر هذا صاحب الهوى لا بد وقد استقر في قلبه أصول فاسدة، فأنت عندما تأتي إلى أن تدخل عليه أصول صحيحة لا يوجد لها مكان، الأصول الفاسدة تمنع، تقول لا يوجد مكان، القلب متنجس، لا بد من تطهيره أولا، إزالة النجاسة ثم تطهير هذا المكان، فلا بد من هدم هذه الأصول. فإذا هدمت هذه الأصول زرعت في هذا القلب ما تشاء. ولذا ابن تيمية رحمه الله تعالى كيف رد على هؤلاء الفرق من المتكلمين والفلاسفة والمستغيثين بغير الله جل وعلا وغير ذلك، هدم الأصول التي عندهم ثم أتى بالأدلة والأصول التي هي في الكتاب والسنة. وهكذا لا بد أن تبطل الأصول الفاسدة التي عند المنحرف عند الكافر عند المبتدع عند كذا عند كذا، ثم ماذا؟ ثم تزرع له هذه الثمار والبذور الطيبة. أذكر مثلا إحدى الدول الإفريقية تكلمت مع نصراني فقلت له عندي سؤال إذا أجبت عليه أنا سأدخل في النصراني، قال جيد، قال تحمل سؤال، قال حتى أنا إذا لم أجب سأدخل في الإسلام، قلت هيهات هيهات، لكن أنتم تقولون أن عيسى عليه الصلاة والسلام ثالث ثلاثة، قال نعم، وأنه مات ثم قام، قال نعم، متى مات؟ يوم الجمعة، متى استيقظ؟ في صباح السبت أو الأحد. طيب في عصر الجمعة، من عصر الجمعة ويوم السبت كامل وإلى صباح الأحد من كان يدبر السماوات والأرض؟ الإله ميت في الأرض، صحيح؟ فالمسكين كأنما أعطيته كهرباء 220 لم يستطع الجواب فحارة. فقلت انظر إلى هذه العقيدة الفاسدة تهلك بسرعة، أنتم تقولون أنه أن الله الأب والابن وروح القدس إله واحد، وهذا الإله قد مات،
ودفن في المقام يوم السبت. ولذا عندكم يوم عيد القيامة وتزعمون أنه قتل وصلب ولذا هذا الصليب على كنائسكم وكذا وكذا وكذا. فكيف يعني من كان يدبر الأمر؟ ونحن وأنتم واليهود وكلنا متفقون على أن الذي يدبر الأمر هو الله، والذي خلق السماوات والأرض والذي يأتي بالشمس من المشرق إلى المغرب هو الله جل وعلا، إلا أن تلحق بالنمرود هذا أمر آخر. فلم يجب ولم يسلم. فالمقصود بارك الله فيك أن الهدف من هذه الخروج عن الدرس أنه لا بد لك من هدم الأصول التي عند هذا الرجل، إذا هدمته سهل عليك دخول ماذا؟ دخول الأشياء الطاهرة. لا بد من تنظيف النجاسات. انظر إلى الطبيب عندما يريد أن يضمد جرحا يطهره، يأتي ببعض المواد في الجرح فيطهر هذا الجرح لعله علق فيه شيء كذا كذا، ثم يضع اللفافة ويضع المرهم أو نحو ذلك من الأدوية ويغلق اليد. وهكذا أنتم أطباء القلوب، فلا بد من تطهير القلوب من هذه النجاسات البدعية أو الشركية أو الوثنية أو الكفرية، ثم إدخال العقائد الصحيحة. طيب، القرب بارك الله فيكم صفة لله جل وعلا. ذكرنا عن المعية أنها كم قسم؟ قسمين، عام وخاص. والقرب كم قسم؟ عام وخاص، يعني قرب عام وقرب خاص. غير صحيح، ليس ثمة إلا قرب خاص، لأن الله جل وعلا ليس بقريب إلا من صفة، إلا من أصناف معينة من الناس. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس في القرآن وصف الرب جل وعلا بالقرب من كل شيء، بل قربه الذي في القرآن خاص لا عام، كقوله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهو سبحانه وتعالى قريب ممن دعا. وكذلك ما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فقال: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم، ولم يقل إنه قريب إلى كل موجود. وكذلك قول صالح عليه الصلاة والسلام: فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. هو كقوله أو هو كقول شعيب عليه السلام: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. ومعلوم أن قوله قريب مجيب مقرون بالتوبة والاستغفار، أراد به قريب مجيب لاستغفار المستغفرين التائبين إليه، كما أنه رحيم ودود بهم، فقد قرن القريب بالمجيب. ومعلوم أنه لا يقال أنه مجيب لكل موجود، وإنما الإجابة لمن سأله، فكذلك قربه سبحانه وتعالى. هذا من أنفس ما يكون في البيان والإيضاح من هذا الإمام الجليل. ثم قال رحمه الله تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس. يبين رحمه الله تعالى أن علم الله جل وعلا شامل لكل شيء، حتى للجمادات والنباتات، حتى ولو سقطت ورقة من أوراق الشجر يعلم الله سبحانه وتعالى أنها سقطت ومتى سقطت وكيف سقطت سبحانه وتعالى. كل ذلك في كتاب مبين، أي في اللوح المحفوظ، كتبه سبحانه وتعالى لتعتبر به الملائكة، وإلا فالله سبحانه وتعالى غني عنه. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: على العرش استوى وعلى الملك احتوى. لفظة استوى في اللغة تأتي في أربع معاني: العلو والارتفاع والاستقرار والصعود.
العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. ومنه قوله جل وعلا: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، أي علوتم وارتفعتم واستقررتم. والاستواء إذا عدي بعلى فلا يفيد إلا العلو. بعض المالكية كان يرد على أهل السنة بقوله: إذا قال لك الحشوي أو المجسم أن الرحمن على العرش استوى، فقل له إن استوى لها 15 معنى، فأيها تريد؟ فقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق، في مختصر الصواعق: كلا، والذي استوى على عرشه إذا عديت بعلى لا تفيد إلا العلو. هو يقول لك هي لها عدة معاني، فأيها تريد؟ إذا قيدت بعلى لا تفيد إلا معنى واحد، لأن على حرف جر، ماذا يفيد؟ على الرجل فوق، الرجل على السطح، ماذا تريد؟ تحت، أو استولى على السطح، لا يمكن. على للارتفاع. حتى هذه حروف الجر تدرس في العربية لها معاني، وحرف جاء لمعنى، هذه الحروف التي جاءت لمعنى. في تفيد الظرفية، على تفيد العلو. إذا عدي كلمة استوى بعلى فلا تفيد إلا العلو. أما أهل الأهواء بارك الله فيكم فخالفوا أهل السنة في هذه المعاني، فبعضهم قال أن استوى بمعنى استولى، فقيل لهم: من أين لكم هذا؟ قالوا: من كلام العرب. قلنا لهم: ماذا قالت العرب؟ قال: أما سمعتم إلى قول الشاعر: فقد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. ما شاء الله، هذا من كلام العرب؟ قالوا: نعم. من قاله؟ قالوا: الأخصر النصراني. العرب لا تعرف أن استوى استولى. ثانيا، النصارى قد غلطوا في الكلام، فلما قيل لهم أن عيسى كلمة الله ظنوه هو الله، فكيف تستدل بكلام النصارى؟ ثالثا، أصلحكم الله، أنتم لا تقبلون خبر الثقة الأحاد، فكيف تقبلون خبر النصراني؟ صحيح، لو أتاهم حديث عن ابن عباس عن سعيد بن جبير يقول لك: لا نقبل. لماذا؟ سعيد بن جبير واحد أحد، لا نقبل خبر الأحاد في العقيدة. طيب، تقبل خبر النصراني في العقيدة؟ كيف تقبل خبر النصراني في العقيدة؟ هذا من التناقض. لا يقبل خبر الصحابة والتابعين والأئمة الأعلام، ويقبل خبر النصراني في الاستدلال. طيب، قال: على العرش استوى وعلى الملك احتوى. ولهذا بارك الله فيكم ذكر ابن أبي زيد بعد ذلك، قال: على العرش استوى وعلى الملك احتوى، ليبطل أنه استوى على الملك. قال: هو على العرش استوى بذاته، أما ملكه فكله تحت سيطرته وإحاطته سبحانه وتعالى. قال: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا، فدليل الأسماء قوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. والأسماء تأتي مفردة وتأتي مضافة، كالملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن ونحو ذلك، وتأتي مركبة كذي الجلال والإكرام. فهذا هو دليل الأسماء، ولم ينفي الأسماء إلا الجهمية فقط، وأثبتها المعتزلة وبقية المتكلمين. أما دليل الصفات بارك الله فيكم فهو نفس الدليل: ولله الأسماء الحسنى. ما وجه الدلالة؟ لا، من الخلف.
أنت أجبت قبل قليل هناك بجنب الطوارق هذا أنت أيوة. ما دليل الصفات في هذه الآية؟ ولله الأسماء الحسنى. أيوة ارفع صوتك. نعم انتهينا من الأسماء، الآن نحن في الصفات. كل اسم ما علاقة هذا في الآية؟ هذا ليس مذكور في الآية. تعال هنا. نعم هذا كل اسم تضمن صفة. ما دلالته في هذه الآية؟ عاشر. أيوة أنت. أيوة وجه الدلالة. أنتم تقولون أسماء لله جل وعلا صفات. جاء المعتزلي عند بعض أهل السنة وقال أنتم تقولون أنا لله صفات، ما الدليل على الصفات؟ لأنه وصف الأسماء بالحسنى. طيب وإذا وصفها بالحسنى؟ يعني أن الأسماء وصف أنه له صفات. الأسماء التي وصفت وليس الله. الآن بارك الله فيكم، رجل وجهه قبيح للغاية، رجل من الرجال وجهه قبيح جدا، فدخل علينا من هذا الباب، قلنا له يا أخ ما اسمك؟ قال اسمي جميل. ماذا تقول؟ هذا اسم على غير مسمى. ولو جاء رجل حسن الوجه أبيض الوجه وجميل الخلقة واسمه جميل، ماذا تقول؟ هذا اسم حسن. فالاسم الحسن الذي يتضمن صفة، والله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى، ولم يقل ولله الأسماء، لأن الاسم الحسن لا يسمى حسنا إلا إذا اتصف بصفة. واضح؟ إنسان اسمه عبد الله وهو من أفجر خلق الله، فيقال هذا اسم على غير مسمى. نعم. أما إذا كان اسمه عبد الله وهو كالنحلة في المسجد ويتصدق ويحسن لوالديه وللجيران وكذا، فهذا اسم على مسمى، اسمه يكون اسما حسنا لأنه مطابق لصفاته. فالاسم الحسن لا يسمى حسنا إلا إذا اتصف بصفة. هذا هو الدليل الأول. والدليل الثاني وهو أصرح من ما جاء في الصحيح من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بسرية إلى مكان معين وأمر عليها رجل، فكان هذا الرجل علي رضي الله عنه يصلي بالناس ويختم بقل هو الله أحد، والصحابة رضي الله عنهم استنكروا هذا الفعل، لم يكن على عهد الله، لم يعهدوا هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رجعوا إلى المدينة قالوا يا رسول الله إنه فعل كذا وكذا، فقال سألوه لماذا يفعل ذلك؟ قال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أكبرها. ولم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي اتق الله، الله جل وعلا ليس له صفات، والصفة هي عرض، والعرض لا يقوم إلا بجسم، والأجسام متماثلة، والعرض لا يبقى زمنين، وأتى بكلام المتكلمين. فقال أخبروه أن الله جل وعلا يحبه، أو أن الله جل وعلا أدخله الجنة بحبه إياه. فهذا أيضا من الأدلة على أن الله جل وعلا صفات. صفات الله سبحانه وتعالى ذاتية وصفات خبرية. فالصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والقوة، هذه صفات ذاتية لله جل وعلا. وصفات خبرية قد تكون ذاتية كاليد والوجه والساق، هي التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها، وإن لم يخبرنا عنها لا مجال للعقل لمعرفتها. وهناك صفات فعلية، الصفات الفعلية ضابطها هي التي تتعلق بالمشيئة، فكل صفة
يصح أن تقول فيها إذا شاء فعل كذا فهي صفة فعلية. مثالها النزول والكلام، هي ذاتية من وجه من جهة الجنس، وفعلية من جهة الآحاد. والغضب والرحمة والحب والضحك كلها صفات فعلية. ثم قال لم يزل بصفاته، أي أن صفاته سبحانه وتعالى قديمة معه سبحانه وتعالى وأولية، يعني أنه سبحانه وتعالى لم يصبح أو يتصف بصفة الخلق بعد أن خلق الخلق، هي صفة مع الله سبحانه وتعالى أولية. كل هذه الصفات أولية لله سبحانه وتعالى هي الذاتية. وقد تكون هناك صفات فعلية مثل الاستواء، إن الله جل وعلا استوى على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض. طيب، قال كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. هنا يتكلم عن صفة الكلام أيضا لله جل وعلا. وأول من قال بأن كلام الله جل وعلا مخلوق هو الجهم ابن صفوان، وأخذ هذه المقالة كما ذكرنا لكم في الصباح عن الجعد ابن درهم، وأخذها الجعد عن أبان ابن سمعان، وأخذها عن طالوت، وطالوت أخذها عن خاله لبيد ابن الأعصم اليهودي الذي كان يقول بخلق التوراة. ولكن هنا إشكال، اليهود ممثلة أم معطلة؟ معطلة. كيف معطلة وعندما تقرأ التلمود بجزئي المشناة والجمارة تجد التشبيه أن الله جل وعلا يندم، وأن الله سبحانه وتعالى يستلقي، وأن الله جل وعلا يعني يختفي يختبئ عن يعقوب ثم يلحق به، ثم وهكذا من التشبيه والتمثيل بالإنسان. التلمود مليء بهذا، فهم مشبهة، فهم مجسم، فكيف تقولون أن هذه المقالة مأخوذة من اليهود؟ ما الجواب؟ ها؟ نعم، هذا هو، قالوا يد الله مغلولة، لكن في التلمود الظاهر على هؤلاء أنهم ممثل، يمثلون الله جل وعلا بالإنسان، أن الله يندم ويبكي ويحزن ويلعب وهكذا. لا تنطبق هذه على اليهود في النص. ارفع صوتك. ايوه، هم يشبهونه بالمخلوقات، وهنا تعطيل، تعطيل لصفة الكلام. هم يقولون يحزن ويندم وكذا، هذا لو يسمع به المعتزلة ينجن ينجلط. لا، هذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن اليهود افترقت على 71 فرقة، فليس كل الفرق تقول بهذا، كما أن المسلمين افترقوا، منهم معتزلة، منهم جهمية، منهم كذا وكذا، حتى هم اختلفوا في فيما بينهم من هذه الفرق 71 فرقة. الفريسيين هؤلاء أشبه المعتزلة عندنا، بل بعضهم صرح بالتعطيل، يقول فايلو الأسكندراني اليهودي، يقول يجل الله سبحانه وتعالى عن الوصف نفي، لأن كل صفة تعني التحديد، والذي يتصورونه في صورة بشرية إنما يفعلون ذلك لتقريبه من خيال البشر، والله موجود في كل مكان. شفت العقيدة كيف موجودة عند أصحابنا هنا يمنة ويسرى؟ هذه من اليهود، أخذها نقلها والديورانت في قصة الحضارة في المجلد 11 الصفحة 300. ويقول موسى ابن ميمون اليهودي، كل ما ورد في الكتاب المقدس، يعني توراة،
من عبارات تشير إلى شيء من أعضاء الجسم أو أي صفة من صفاته يجب أن تفسر تفسيرا مجازيا. حتى اليهود يعرفون المجاز عشان أنت تضبط الطبخة، ها؟ حتى يضبط معهم الشغل، يضبط معهم التعطيل والتحريف، لأنك أنت فقط تغير الاسم تقول مجاز ثم تعبث بكتاب الله جل وعلا تحرف به كما تشاء في حجة المجاز. طيب نرجع إلى الكلام. الكلام بارك الله فيكم في اللغة هو ما سمع للأقوال وتعدى قائله، وأصل هذه الكلمة بجميع تصاريفها تدل على القوة. كلمه أي جرحه، ملكه، كمل، كلمة، كلها تدل على القوة. وكلام الله سبحانه وتعالى نوعين: كوني قدري وديني شرعي. أما دليل الكلام الكوني كما قال جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أن يقول له كن فيكون، فهذا كلام الله جل وعلا. وكلام شرعي: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما الذي قال هذا؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى. والدليل على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم كما قال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. أتى بعض المعتزلة وأظنه عمرو بن عبيد عند عمرو بن أبي العلاء من علماء اللغة وهو السلفي المعتقد، فقال له: أريدك أن تقرأ وكلم الله موسى، تجعل الله جل وعلا مفعول به وموسى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة منع من ظهورها التعذر أو الثقل. فقال: هب أني فعلت ذلك، هب أني قلت وكلم الله موسى. ماذا تفعل بقوله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ إيش بتسوي؟ فرجع القهقرة وانصرف، ويريد أن يحرف، قال: الفتحة هذه والله تفك لنا أزمة في منهج المعتزلة، يعني تفتح لنا مجال. وكلم الله موسى، الموسى هو الذي كلم الله، أما موسى أما الله لم يتكلم، أن الله جل وعلا لا يتكلم، نريد أن نجعل موسى هو الذي يتكلم مع الله سبحانه وتعالى. قال: هب أني فعلت ذلك. ماذا تفعل بقوله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ إيش بتسوي بهذه؟ هذه لا ينفع معها لا ضمة ولا كسرة ولا فتحة ولا سكون ولا أي حرف من حروف العلة أبدا. وقوله جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة، إذن الله جل وعلا يتكلم: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، وغير ذلك من الأدلة في القرآن. وقوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ أتدرون ماذا قال ربكم عندما توفي عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنهما؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جل وعلا قد كلم أباك وليس بينهما ترجمان. كلمه. الزمخشري المعتزلي يقول: وكلم الله موسى تكليما من كلمة، من الجرح، أي أن الله جل وعلا جرحه بمخالب الحكمة. انظر إلى العبث، هذا أشد من اليهود في التحريف لكتاب الله جل وعلا، ليس أنه كلمه كلاما حقيقي. وأيضا من الأدلة قوله جل وعلا: ولكن حق القول مني. من من؟ من الله جل وعلا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والله أخبر في الكتاب بأنه منه ومجرور بمن نوعان: عين ووصف قائم بالعين، فالأعيان خلق الخالق الرحمن. الأعيان خلق الله جل وعلا، إذا قال الله جل وعلا هذه مني وهي أعيان قائمة بنفسها فهذه مخلوقات، أما إذا كانت أوصاف
أو معان فهي صفات لله جل وعلا. مثال ذلك بارك الله فيكم قوله جل وعلا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. السماوات والأرض وما فيهما قائمة بنفسها أو معاني؟ قائمة بنفسها، إذن هي مخلوقة. أما إذا أضيفت أو أضيفت المعنى إلى الله جل وعلا فهي صفة، ولكن حق القول مني: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إذن هو صفة من صفاته. واضح بارك الله فيكم؟ هل هناك شك في كلام الله جل وعلا؟ طيب ننتقل إلى الطوائف. الطوائف يقولون أول طائفة وأشنع طائفة هم أصحاب وحدة الوجود، أتباع ابن عربي وابن عجيبة وابن السبعين والعفيف التلمساني، كل هؤلاء الذين يقولون بوحدة الوجود. يقول ابن عربي الطائي: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نظمه أو نثره ونظامه، كل كلام تسمعه هو كلام الله، الذي يقرأ القرآن هو كلام الله، والذي يغني هو كلام الله، والذي يسب ويشتم هو كلام الله، والكلب عندما ينبح هو كلام الله، والبعير عندما يرغي هو كلام الله، كل صوت تسمعه هو كلام الله، لأن كل شيء هو الله سبحانه وتعالى، فهو السماء بعينها ونجومها، وكذلك الأفلاك والقمران، وهو الهواء بعينه والماء والترب الثقيل ونفس ذي النيران. فالقوم ما صانوه عن إنس ولا جن ولا شجر ولا حيوان، كلا ولا طعم ولا لون ولا صوت ولا لون من الألوان، لكنه المطعوم والملبوس والمنكوح والمسموع بالآذان. يقول لك الطعام والضيف، الطعام والضيف شيء واحد، ليس هناك ضيف وليس هناك طعام، هو واحد، هو شيء واحد. ولقد رأى إبليس عارفهم فأهوى بالسجود فأيما خوراني، قالوا له: ماذا صنعت؟ فقال: هل غير الإله وأنتما عميان. هذا ما الشيطان، هذا الله، أنتم عميان لا ترون. لماذا؟ يقول لك بارك الله فيك: أنت الآن لأنك لا تمارس الخلوات والذهاب إلى الغيران والكهوف وتمارس أذكار معينة فأنت مقيم لا ترى، فإذا دخلت في الكهوف والغيران ونحو ذلك، نعم، تجلى لك الله سبحانه وتعالى ورأيت كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. ولذا هذه لا تؤخذ هكذا بالكتاب والسنة. يقول لك من مقال ابن عربي قال: القرآن كله شرك والتوحيد عندنا. وهذا بارك الله فيكم لا يحتاج إلى رد، بل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بعض المقالات عندما تتصورها هو رد عليها فقط، عندما ترى هذه العقيدة ماذا تعرف أن بطلانها ظاهر من غير بيان. قالوا: ولم يكن منكرا إيش؟ عندما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى، كان صادقا في قوله، لكن الله جل وعلا أو أنه أغرق لكي لأنه زعم أنه هو الوحيد هو الرب، وإنما موسى رب وهارون رب وبنو إسرائيل رب، والعجل حتى العجل. ولم يكن منكرا موسى لما عبدوه من العجل لذي الخوارني. يقول هو جر موسى عليه الصلاة جر بلحية أخيه، يقول له: لماذا تنكر عليهم عبادة العجل؟ ما عبدوا إلا الله. هل هذا دين النبي عليه؟ هل هذا دين موسى؟ هل هذا دين النصرانية اليهودية المجوسية؟ حتى لا يوجد، حتى عند المجوسية لم يقولوا بهذا. ولهذا كانت هذه الطائفة من أكثر الطوائف على وجه الأرض، حتى الفلاسفة لم تقل بهذا. طيب القول الثاني أو الطائفة الثانية المعتزلة، المعتزلة قالوا أن الله جل وعلا يتكلم،
لكن كلامه مخلوق، خلقه كسائر المخلوقات، كما خلق الناقة وأضافها إلى نفسه، ناقة الله وسقياها، هي مخلوقة. نعم، واستدل بقوله جل وعلا: الله خالق كل شيء. ولذا بشر المريسي هو جهمي وليس معتزلي، ولذا المعتزلة في بداية الأمر لم يقولوا بخلق القرآن. ولذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهم الذين اعتزلوا عن الحسن الرضا البصري ذاك العالم الرباني. قال: وإنما متأخروهم وافقوا جهما على الكفران، فهم بذا جهمية أهل اعتزال، فرضهم أضحى له علمان. ولقد تقلد كفرهم من الجهمية 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. 500 عالم كفروا الجهمية لقولهم بخلق القرآن. المعتزلة قالوا، هذا بشر المريسي قال لعبد العزيز الكناني: يا عبد العزيز، هل القرآن شيء أو ليس بشيء؟ شوف كيف التلاعب، هل هو شيء أو ليس بشيء؟ إن قلت ليس بشيء كفرت، وإن قلت بشيء فالله خالق كل شيء. فقال له، انظر إلى علماء السنة، ولذا علماء السنة من أذكى أذكياء العالم، قال له الله عز وجل قال: تدمر كل شيء بأمر ربها. هل دمرت السماوات يا بشر؟ سكت. هل دمرت الأرض؟ بل حتى المساكن لم تدمر، فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. المساكن لم تدمر والسماوات لم تدمر. مثال آخر، عندما آتي مثلا بمأدبة وفيها من أنواع الطعام وجاءني ضيوف وأكلوا كل الطعام، هل عاقل عربي أو أعجمي شرقي أو غربي يفهم أنهم أكلوا الصحون والملاعق والأكياس والعلب كلها أكلوها؟ هل يفهم هذا أحد؟ ماذا فهمتم؟ أنهم أكلوا كل شيء يؤكل. فالله عز وجل خلق كل شيء مخلوق يا متخلف، وليس خلق كل شيء أي خلق نفسه. ولذا الله عز وجل هو شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فهل الله جل وعلا خلق نفسه؟ لا يمكن. لكن هؤلاء يذهبون إلى ماذا؟ إلى المتشابه من القرآن. قال: طيب هذه سلمنا لكم. قال: أليس معنى جعل خلق؟ الله عز وجل يقول: إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني إنا خلقناه قرآنا عربيا. قال له عبد العزيز الكناني، أنا ذكرت لكم هذا الكتاب تقرؤونه صحيح؟ ستجدون هذا. فقال له: يا بشر، أنت كل كلمة جعل بمعنى خلق؟ قال: نعم، كل جعل بمعنى خلق. قال: ممتاز. قال الله جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تخلقوا الله عرضة لأيمانكم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل عندما قال: ربنا واجعلنا مسلمين، يعني يا رب اخلقنا مسلمين، لأننا كافرين الآن، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهلم جرى الذين جعلوا القرآن عظيم، يعني الذين خلقوا القرآن عظيم. ولذا بارك الله فيكم أن بشر لم يكن عربيا أصلا، فلم يفهم اللغة العربية، فأتى إلى هذه الأشياء فظن هذه الأشياء تخدم مذهبه، وإذا ولا فكان هو أعجمي، وكان أصلا أبوه كان يهوديا. ولذا مر يهودي وبشر يعلم الناس خلق القرآن، فهذا حتى هذا اليهودي الضال ناصح، قال: احذروا أن يفسد أن 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 يفسد عليكم قرآنكم كما أفسد عليه أبوه التوراة. أبوه أفسد التوراة علينا قبل ذلك، فاحذروا من هذا أن يكون مثل أبيه فيفسد عليكم كتابكم الذي أنزل إليكم. طيب، ثانيا يجاب عن هؤلاء ويقال لهم: أنتم تقولون أن الله جل وعلا خلق القرآن، نعم
المعتزلة يقولون أن الله جعل خلق القرآن. السؤال أين خلقه؟ أين خلقه؟ ها؟ أنت معتزلي؟ انتبه، لا أمزح معك، حاشاك أن تكون كذلك. لكن نحن نسألهم المعتزلة أين خلق الله جل وعلا القرآن؟ يقولون خلقه في الشجرة التي كلمت موسى، يعني الشجرة هي التي قالت لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. يعني موسى كان يعبد الشجرة، وهذا الذي صرح به اليوم الإباضية، يقولون أن الشجرة هي التي قالت. هل الشجرة تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ أعوذ بالله، حتى الشجر يتنزه عن هذا. لا يمكن إلا أن يكون الله جل وعلا خلقه في شيء. فإذا خلق الله جل وعلا القرآن في شيء، كان هذا القرآن صفة لهذا الشيء. فالله سبحانه وتعالى خلق فينا الكلام، فأصبح هذا الكلام كلام لنا لا له. فهمتم؟ خلق الله جل وعلا الكلام في النملة، فقالت ادخلوا مساكنكم. الذي قال ادخلوا مساكنكم النملة وليس هو الله، واضح؟ فإذا خلق الله جل وعلا كلاما في شيء، أصبح هذا كلاما لهذا الشيء. قالوا خلقه في لا شيء، لا يمكن أن يخلق شيء في لا شيء، هذا لا شيء أصلا. فأين تذهبون؟ خذوا هذه الثلاثة وحاربوا بها المعتزلة. الطائفة الأخرى وهي أشد أيضا من المعتزلة، قالوا الله سبحانه وتعالى يتكلم، لكن كلامه ماذا؟ كلام نفسي. والله سبحانه وتعالى الكلام صفة ثابتة، معنى قائم فيه، فالكلام عندهم هو نفس العلم ونفس القدرة. الله جل وعلا لا يتكلم بحرف ولا صوت، وهؤلاء أشد مكرا من المعتزلة. المعتزلة قالوا الله يتكلم لكن مخلوق، لكن هؤلاء لا، قالوا الله لا يتكلم أصلا، أصلا لا يتكلم، لا يسمع منه حرف ولا صوت ولا شيء، إنما الكلام معنى قائم بالنفس. طيب ما هذا القرآن؟ قالوا عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. طيب، واستدلوا بارك الله فيكم بالكلام النفسي بقوله جل وعلا ويقولون في أنفسهم، قال شفتوا هذا كلام النفسي. الكلام الذي يكون في النفس لا يسمى كلاما. ولذا بارك الله فيكم ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه التسعينية. ما موضوع هذا الكتاب؟ أنه يرد على من قال أن كلام الله نفسي من 90 وجها، وسميت التسعينية. فإذا أردت أن تفند هذا فقرأ هذه الرسالة. عندما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن هؤلاء، قال ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني، يا قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام وما اهتدوا لبيان، ولأجل ذا جعلوا المسيح إلههم إذ قيل كلمة خالق الرحمن، ولأجل ذا جعلوه ناسوتا ولاهوتا قديما بعد متحدان. ونظير هذا من يقول كلامه معنى قديما، معنى قديم غير ذي حدثان، والشطر مخلوق وتلك حروفه ناسوته لكن هما غيران، فانظر إلى ذا الاتفاق فإنه عجب وطالع سنة الرحمن. هذا الكلام، الكلام النفسي، يقول القرآن قرآنا، قرآن معنى القائل في الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى أراد أن يبين للخلق مراده فخلق لهم قرآنا، واضح؟ والنصارى يقولون عيسى هو الله، فأراد أن يبين للناس فخلق لهم عيسى.
هذا هو قول النصارى. يقول ابن القيم: فانظر إلى ذا الاتفاق فإنه عجب وطالع سنة الرحمن، قولهم كقول النصارى. وأيضا مما يرد ونختم به بارك الله فيكم، أو باقي وقت؟ طيب نختم بهذا الجزء الأخير، وبقي مسألة في الكلام على القرآن، أنها مسألة ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معكم في عمد الأحكام أنه من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث بهما نفسه، ما الأجر؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب الآن لو أن إنسان حدث نفسه متعمدا تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته. قال مثلا: أنا إن شاء الله بعد ما أنتهي من الصلاة سأذهب إلى البيت، في نفسه. لكن لو قال: أنا إذا انتهيت من الصلاة سأذهب إلى البيت متعمدا، بطلت صلاته. فالكلام متى يسمى كلاما؟ إذا خرج. أما في النفس فلا يسمى كلاما، وإلا لو يسمى كلاما لبطلت صلاة من حدث نفسه، فهذا يبطل القول بالكلام النفسي. وفق الله جميع لطاعته، ورزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح. ما حكم رفع اليدين للدعاء بين الإقامة والصلاة؟ سنة. يقول: هل هذا القرب الذي ذكرته في الآية والحديث بذاته أو بعلمه؟ بالاستجابة كما ذكرنا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. إذا دعا الإنسان فإن الله جل وعلا قريب بالإجابة، قريب بالتأييد، قريب بالنصرة، على حسب ما يأتي في السياق. يقول: هل يجوز الاستماع إلى بعض القصاصين كخالد الراشد وغيره بقصد التذكر والوعظ في أحوال الناس؟ أفيدنا بارك الله فيكم. هذا المذكور خالد الراشد ينتمي إلى القاعدة وينصر القاعدة ويمول القاعدة بالأموال، فلا خير فيه ولا خير في قصصه التي نهى عنها السلف. ثانيا بارك الله فيك، هل يعني انتهت صلاحية القرآن حتى تطلب الوعظ من غيره؟ أتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ عجيب أمر بعض الناس، يعني بعضهم يقول: يعني أريد أن أفعل كذا وكذا. اقرأ القرآن يا أخي بتدبر، ستجد أن القلب يتفطر. ولذا قال: لو أن قرأنا القرآن حق قراءته وحق التدبر لما ملت قلوبنا منه. لكن نبحث عن كلام البشر ونترك كلام رب العالمين. هل يجوز للرجل أن يخلو مع زوجة عمه أو خاله؟ لا يجوز. النبي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يخلو رجل بامرأة أجنبية عنه، ويشتد النهي إذا كان من أقربائه. يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل الرجل على النساء. قال: يا رسول الله أرأيت الحمل؟ قال: الحمل الموت. كيف يدفع المسلم الشكوك التي تأتيه في العقيدة؟ الانتهاء والاستعاذة كما ذكرنا أمس المحاضرة، أن تنتهي، توقف، من فعل كذا يمكن لعل ربما ليت وكذا. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله بعد المغرب في مسألة انحراف فكري، كيف إنسان يتوقع هذا؟
هل كل طالب علم يحق له أن يناظر أهل الكفر والأهواء؟ لا، المناظرة كما قال شيخنا العلامة الشيخ عبيد الجابري لها ثلاثة شروط، وهي أنفس ما يكون: أولاً أن يكون عالماً بالسنة وعالماً بأصول هذا المبتدع، كما هو حال عبد العزيز الكناني، عرف شبهات بشر المريزي ففندها وهو في مكة فأتى إلى العراق. ثانياً أن يحتاج إليها، ليست لفرط العضلات ومصارعة الديكة ونحو ذلك، لا بد أن يحتاج إليها، لأن الناس قد أوذوا في زمن المأمون بسبب هؤلاء الجهمية، فاحتاج عبد العزيز الكناني للبيان. ثالثاً أن تكون عند السلطان، لأن هذا الرجل السلطان هو الذي يلزم الخصم بالإقرار بهذا الذي لم يستطع أن يجيب عنه. أما مذيع التلفزيون أو كذا، هذا يبحث عن سب صحفي أو سب إعلان ولا يريد هل هزم هذا أو فاز هذا، لا يهمه، هو يريد البرامج أو نحو ذلك أن تشتهر. هل يجوز العمل في مدرسة كمدرس اللغة الفرنسية للصغار إن لم يكن في المدرسة دي منكرات؟ إذا احتاج إلى هذا ولم تكن ثمة منكرات، وهذا غير متصور، ولا سيما إذا كان في فرنسا مثلا، لا يتصور أنه لا يوجد منكرات في المدرسة ولا بد من الاختراق وغيره. هل تجوز القراءة في تفسير الرازي والزمخشري؟ وهل ابن تيمية كفر الرازي؟ الجواب لا يجوز، لا الزمخشري ولا الرازي. ولذا بعض العلماء من الشافعية استخرج اعتزاليات من كتاب الكشاف الزمخشري بالمنقاش، قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يقول الزمخشري: هذا الفوز وليس بعده فوز، كذبت ورب الكعبة، بعده فوز ما هو؟ النظر إلى وجه الله جل وعلا. هو يريد أن ينفي الرؤية، يقول هذا الفوز ليس بعده فوز، ثم تفوز آخر وهو أعظم من دخول الجنة، وهو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. يقول: أرجو أن توضحوا أو توضحوا ما لنا هذه المسألة القراءة على المبتدع، لأن بعض الإخوة يدرسون على صوفي داع على بدعته وبعضهم على كذا فوق النزاع ووقع النزاع بينهم. هذه أظن هذا السؤال أخذ أكثر من عقيدة الرازي، عقيدة أبي زيد والأصول الثلاثة وكذا وكذا. يا أخي لا يجوز القراءة على المبتدع، تريد أن تقرأ اذهب اقرأ حتى على باب الكنيسة، ليس لنا علاقة بك. تريد أن تقرأ أنت بنفسك اقرأ يا رجل حتى على اليهود والنصارى، ليس لنا علاقة بك. نحن نقول لك لا يجوز، السلف يقولون لا يجوز، وأنت تقول يجوز، اذهب يا رجل، ليس لنا علاقة بك، فلن تدخل في بطونهم ولن تخرج أبدا. تريد فتوى بهذا؟ لا يمكن، لا يمكن، هذا أصل نبينا الله جل وعلا به، ولو وضعت الرشاشات على رؤوسنا لن نفتيك به، ولو وضعت السكاكين والسيوف على ظهورنا لن نفتيك بجواز هذا. لا تجلس إلى أهل البدع أبدا، لن نفتي بشيء يخالف فيه السلف وإجماع الصحابة. هذا مثله. هل يجوز للمرأة أن تشاهد الفيديو للرجال؟ إذا كانت تنظر إليهم بشهوة فلا، وإلا فيجوز. ولم أفهم جوابك للمعتزلة في قوله تعالى: إنني أنا الله. الآن بارك الله فيكم، هل رأيتم كلاما يمشي في السوق او كلاما دخل المسجد من هنا وخرج من الباب الاخر؟
لا يمكن الكلام لا يقوم إلا بمتكلم، صحيح؟ طيب انتهينا من هذه المرحلة الثانية. هذا الكلام لا بد أن يخلق في شيء. فسألنا نحن المعتزلة، أين خلق الله سبحانه وتعالى القرآن؟ أو أين خلق الله جل جلاله على الكلام الذي كلم به موسى؟ قالوا خلقه في الشجرة. فلما جاء موسى عند الشجرة خلق الله سبحانه وتعالى الكلام في الشجرة. إذا كان خلق الله سبحانه وتعالى الكلام في الشجرة فقد تكلمت الشجرة وقالت يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فأصبح موسى يعبد الشجرة كما يعبد قريش العزى. فكم من لم يهاجر من بلاد الكفار مع كونه قادر من أن يستقيم في بلاده في بلاد المسلمين مع كونه لا يعرف شيئا في دينه. الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجب كما سيأتي معنا في نهاية الأصول الثلاثة. والنبي عليه الصلاة والسلام تبرأ ممن يعيش بين ظهراني الكفار. ثم الغالب أن بعض الناس يريد أن يعيش هناك ليجلب الأموال ولا يهتم بدينه. فالذي يستطيع أن يهاجر يجب عليه الهجرة. ما حكم تسمية الله عز وجل باسم أعجمي مثل اللغة الفرنسية أو غيرها؟ لا يجوز التسمية، لا تجوز، ولكن يجوز أن تخبر عن الله سبحانه وتعالى. تخبر عن الله جل وعلا، تقول مثلا بالفرنسية الذي نعبده موجود، هكذا هو شيء موجود، يجوز هذا. لكن أن تأتي تقول مثلا زيوخي زي هذا اسمه، لا ما يصلح. ما يصلح أن تأتي باسم من تلقاء نفسك سواء كان عربيا أو أعجميا أو غير ذلك، لا يجوز. ما حكم من قال بأن القرآن مخلوق وماذا يترتب على خلق القرآن؟ هذا الدرس القادم. الإنسان يسمي نفسه بالكريم بدون الإضافة، بدون إضافة يعني كيف؟ كريم، كريم يجوز والكريم يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عن يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يجوز. هل الوعظ في صلاة التراويح بين كل أربعة ركعات إذا دعت الحاجة هل هذا يعد من البدع؟ وعظ للحاجة ما أدري كيف. الألباني كان ينكر هذا، ولا تشغل الناس، الناس بارك الله فيك جاءوا للصلاة ولم يأتوا للوعظ إلا إذا هناك تنبيه. الجوالات ترن هنا وهناك وأشياء ومنكرات، فأردت أن تبين أن هذا خلاف السنة ونحو ذلك للحاجة فلا بأس. أما أن تكون موعظة تحدد فهذا خلاف السنة. كيف نتعامل مع الذين يرون رأي الروافض من إخواننا؟ كيف إخوانك ويرون رأي الروافض؟ الروافض إخوان الشياطين، فإن كانوا إخوانك فهذا شيء عجيب. الروافض إخوان الشياطين ما في شك في ذلك. فالذي يرى رأي الروافض فليذهب إلى إيران هناك، لا يجلس هنا. وفق الله جميع لطاعته ورزق الله جميع العلم النافع وخير الصالحين. أماكنك بارك الله فيك. إن شاء الله الدرس بعد العصر، الدرس يكون بعد العصر في كتاب عمدة الأحكام، بعد العصر كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأدب. نبقوا شاركوه قبل العصر إن شاء الله وشوربين عمدة الأحكام. Thank you.
quand même pas.